كل المشاهدين ومتابعين نجوم الاستوديو التحليلي، فوز مهم جدا طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، وزي ما قلنا النقاط والترتيب وبطوله الدوري العام وجدول الدوري العام زاد بشكل كبير جدا، المنافسه شرسه. كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، يا كابتن سامي مبروك النهارده طبعا فوز مهم، وزي ما بنقوله بناكد النادي الاهلي بيدخل كل مباراه ليها ظروف محيطه، ليها تكتيك معين، ليها شغل معين. عايز اتكلم بشكل عام النهارده على الجيم وارضيه الملعب، يمكن حاسس ان هي اثرت بشكل كبير جدا، اللعيبه بتتزحلق بشكل كبير يا كابتن سامي. طبعا الاول مبروك عليك ومبروك على جمهور النادي الاهلي، ماتش مهم جدا وثلاث نقاط مهمه جدا لينا، وزي ما انت قلت ان احنا بنلعب كل المباريات اللي احنا بنكسب بس، ودي حاجه مهمه وحاجه ايجابيه احنا بنشتغل عليها الحمد لله. صعوبه المباراه ان كل الفرق بتقاتل طبعا، انت عارف النقطه بتبقى عزيزه جدا على كل الفرق، سواء عاوز بينافس على الهبوط او عاوز يبقى يخش مربع ذهبي او عاوز يحافظ على تقدمه، فالحمد لله احنا ماشيين بخطوات الحمد لله، اعتقد ان هي ثابته ان شاء الله، اتمنى ان هي تستمر اكتر واكتر ان شاء الله، ونحقق الهدف اللي احنا بنسعى له ان شاء الله. عارف النهارده كمان يمكن الشيء المميز اللي بيسعد الجمهور والجهاز الفني هو عوده اكتر من لاعب من المصابين، ده يمكن بيسبب اريحيه شويه، يبقى في توزيع المشاركه بشكل الفتره اللي جايه، يمكن بنشوف مروان النهارده بيرجع كمان الشيخ، يعني عايزين نتكلم عن النقطه دي، النقطه مهمه جدا يا كابتن. الحمد لله نقطه مهمه جدا، واعتقد ان دي كانت العائق الوحيد اللي كانت بتقابلنا اللي هي قصه الاصابات والكلام ده، يعني مهم جدا كل ما بنكمل كل ما بنقوى كل ما بيبقى في منافسه بين اللعيبه، كل ما بيدي لك تقل على الدكه بيدي لك تقل في الملعب، فاعتقد ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه دي كل ما ان شاء الله الاضافات تخش، فتحي وازارو ووليد وعاشور ونجيب وكل الناس اللي هي ديت ان شاء الله تخش، هنبقى ان شاء الله ترجع النادي الاهلي تاني باداء والنتيجه وان شاء الله بطولات تاني باذن الله يا رب. عارف ان اللعيبه كلها مركزه واللعيبه كلها بتسعى للفوز، لكن عايز اخص بالتحديد هو محمد هاني اللي بيأدي اداء مميز جدا، عارف شخصيته وقيمه النادي الاهلي، كل مباراه الجمهور يمكن بينادي عليه اكتر من مره، بيقوم بدور كبير جدا، بتشوف اداؤه الفتره دي ازاي يا كابتن؟ طبعا اداء مميز جدا، والنهارده ربنا كافئه الحمد لله بجون كويس واداء كويس، وانت عارف ده نقطه مهمه جدا اللي هو ابناء النادي الاهلي، وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي وقيمه شيرت النادي الاهلي، فهو من اللعيبه المميزه جدا يعني، وان شاء الله كل اللعيبه الصغيره كل ما تكتسب خبرات اكتر سواء هو او نيدفيد او ناصر مع الماتشات وكثره الماتشات هيزداد خبره طبعا، وان شاء الله ربنا يكرمه في اللجنه.